برباعية مراكش بدأ الحلم مع جيريتس وانتهى كابوسا، وبرباعية مراكش أيضا بدأ كل شيء مع رشيد الطوسي، ابننا الذي طالما انتظرناه ولم يبقى في الذاكرة القاسية غير طعم قديم للإخفاق. فهل يمكن الحديث عن حصيلة الرجل أم هو تحصيل حاصل؟ 2015 غدا ما مصلحتناش نبدلوا المدرب، مصلحتنا ندعموا هذا رشيد الطوسي وندعموه مورالمون باش يعرف راسو جميع مكونات اللعبه تبعه. رشيد الطوسي كون انتصر في يعني المقابله ضد جنوب افريقيا كون هاد كاع هاد المشاكل كلها ما غاش تبقى مطروحه، ويمكن غادي يكون واحد نظره اخرى لرشيد الطوسي. انا اللي بالنسبه لي رشيد الطوسي في العمل الاخير اللي دار وبحكم التجربه اللي خدم مع الفريق الوطني المغربي غتسمح ليه باش يمكن يساير مع الفريق الوطني المغربي. كلام اصحاب الاختصاص فيه كثير من المنطق، منطق غاب عن مدرب الاسود عندما لم يحسب طلعاته الاعلاميه، فرد الزملاء الصحفيون هي زله لسان، وعندما خانته اختياراته قالوا هي زله قلم، وعندما خانته النتائج قالوا هي زله قدم. حصيله التوصي كان فيها الذهاب الى الابعد في منافسة كأس إفريقيا، الشيء الذي لم يتحقق وخرجنا من الدور الأول. سيقول الطوسي أن أننا لم ننهزم ولكننا لم ننتصر، ثم في الحصيلة أيضا لم نتأهل إلى المونديال بالبرازيل، إذا سنكون غائبين عن المونديال، خرجنا من الدور الأول، ثم لم نعثر بعد عن منتخب وطني قار رغم العدد الكبير ديال التجربات. الطوسي ما عرفش يتعامل مع الموحد ديال الفريق الوطني، وكان تاثير سلبي عليه. موحد ديال الفريق الوطني اللي كنقول موحد ديال الفريق الوطني بما فيه الاداريين بما فيه المرتبطين بالمباشر بالفريق الوطني والراي العام كيعرف الاسماء ديالهم، وكاين الدور ديال الوسطاء والدور ديال العلاقات الخاصه، وكان له تاثير كبير على رشيد الطوسي لدرجه انه هو ولا رهين هذيك العلاقات. ما من عاقل يمكنه أن يحمل الطوسي المسؤولية كاملة، فليس هو من منح الإخفاق الجنسية المغربية وجعله اللاعب الأول في منتخبنا، بل هي منظومة شاملة يجب أن تتغير مع المكتب الجامعي المنتظر. أما إذا تغيرت الأسماء فقط فناموا جميعا واحلموا بكرة جميلة تصبحون على منتخب.